كل شريحة تشوفها لازم تعرف أنت نفسك وين، أي شريحة، يعني شنو هو التشو اللي خذيته. هو يساعدك هلبة باش تعرف التشخيص، يعني زي ما تقول يزيد يحدد لك الخيارات أو التشخيصات اللي أنت حتوازي بينها أو تعرف الشريحة شنو. تمام، الشريحة اللي قدامي هي شريحة في الليمف نود. الليمف نود أنا معاش نشبح لا في ساينوسويدس، معاش نشبح في ميدولا، معاش نشبح في ليمف نودز، تمام، نشبح في ليمفويد نوديولز، تمام، مجرد بس قاعد أنا ما نشبح شيء. هذه الكابسول فقط، هذه اللي قاعدة واضحت لي أنا من ليمف نود، تمام. خلايا سكاتر طبعا هي كلها خلايا سكاتر من ليمفوسايتس، مينلي من ليمفوسايت ماتيور سمول ماتيور ليمفوسايتس، تلقى سكاتر بلازما سيلز ماكروفاجس، تمام. هذا مش مهم، عندك خليتين مهمات لازم تلقاهم بهي وتذكرهم. خليتين هما واحدة اسمها هوتشكينج سيل، تمام، الخلية الثانية اسمها ريد ستنبرغ سيل، تمام. أول الهوتشكينج سيل تلقاها ما بين الليمفوسايت لارج سيل، تمام، واللارج نيوكليوس وبروميننت نيوكليولس، تلقى النيوكليولس واضحة داخل الخلية، تمام. ريد ستنبرغ سيل يا إما تلقاها خلية كبيرة فاستها وباي نيوكليتد زوز نيوكليوس، تمام، زوز نيوكلياي، يعني تعطيك منظر العين عيون البومة أو الأي أبيرنس، أو نفسها ريد ستنبرغ عندها هلبة سب كلاسس، مرات تلقاها مالتي نيوكليتد أو مالتي لوبيليتد، تمام. ندوره في الشريحة، لا هذه الهاي باور نيوتروفلز، نيوتروفلز كل مكان نيوتروفلز، لا بعد ما نشرح خلينا بي نيوتروفلز كلهم نيوتروفلز سمول وماتيور نيوتروفلز كلهم، تمام. سكاتر قصدي مش سكاتر قصدي من هلبة، بعد نشبح نيوتروفلز بس هذه تو خلية تذكي تظهر لي أنها هي مالتي نيوكليتد، مالتي نيوكليتد، إذا هذه ممكن تكون ريد ستنبرغ سيل، مرات مش هي، مش عارف. هيا جيت واحدة أنا تروحها هيا، شوف هذه بالله، هذه اسمها هوتشكينج سيل، هوتشكينج سيل نيوكليولس واضحة لي هنا، تمام، نيوكليوس نيوكليولس واضحة عندي، هوتشكينج سيل هذه مش عارف هل هي ماكروفاج أو ريد ستنبرغ سيل، هذه شريحة هوتشكينج لينفوما.